أحداث محمد محمود. عايز أعود مرة تانية لحضرتك أستاذ ثروة، لما يقولوا أن في قيادة كبيرة هي التي تقف خلف عملية الاغتيال، قيادة إخوانية كبيرة، في اعتقاد حضرتك هذه القيادة قيادة خارجية ولا قيادة من المقبوض عليها في السجن؟ أنا لا أعرف طبعا مين هي القيادة الكبيرة، لكن أنا أقدر أعرف وأقول لك مين هي الشخصيات اللي هي صاحبة القرار الكبير داخل الجماعة، سواء كانت في السجن أو خارج السجن أو خارج البلاد. الشخصيات صاحبة السطوة، صاحبة الكلمة، صاحبة التخطيط، لما بتقول حاجة يبقى تم الاتفاق سابقا داخل الجماعة. طبعا معروف أن محمود عزت وهو قيادة كبيرة، يعتبر الرجل أول حقيقة أو الرجل القوي في الجماعة وهو خارج البلاد. أيضا خيرت الشاطر من الشخصيات القوية، هو كان توأم محمود عزت ورفيقه في إدارة هذه الجماعة وفي إدارة التنظيم الخاص، ولكن بما يتعلق بالتمويل ومحمود عزت ما يتعلق بوضع الخطط والتدريبات. أيضا محمد مرسي، عايز أستاذن حضرتك، خاص أيضا مشاهدينا للحياة الآن مسيرة بالأكفان لستة إبريل بتجول بين متظاهري محمد محمود وميدان التحرير، هذه الصورة خاص للحياة الآن مشاهدين حضراتكم شايفين مسيرة بالنعوش لستة إبريل بتجول بين متظاهري محمد محمود وميدان التحرير. هتكلم بشكل مباشر عن اليوم وفعاليات اليوم وأحداث محمد محمود وأحياء هذه الذكرى مع ضيف الكريم، بس عايز أستكمل معاه موضوع القيادات اللي قلنا محمود عزت وقلنا خيرت الشاطر محمد مرسي وقلنا محمد مرسي، لأن محمد مرسي في موقعه كرئيس سابق للجمهورية استطاع أن يطلع على أشياء كثيرة داخل الجماعة، قدر داخل مصر، قدر المعلومات التي اطلع عليها تؤهله أن يكون الآن صاحب دور في وضع خطط ووضع أفكار. لذلك أنا لا أبرئ أبدا محمد الضماطي الذي نقل بيان من محمد مرسي، لا أبرئه أبدا من أن يكون شريكا حتى في بتعتبر هذا البيان بيان تحريضي؟ بيان تحريضي وفيه رموز وفيه كلمات تدل على وكأن محمد مرسي يرفع الراية التي تعطي الإذن للجماعة في أن تمارس عمليات تم الاتفاق عليها مسبقا. محمد الضماطي متورط ويجب أن يحاسب وأن يعاقب أولا من نقابة المحامين، يجب أن يعني ألا يكون اسمه موجود في جدول المحامين على الإطلاق، لأنه بيمارس أعمال إجرامية منذ سواء في رابعة العدوية أو غيره، وكان من ضمن المحرضين أيضا في أدواره الأخيرة التي يؤديها، يعني كانت في منتهى الخطورة وأدت إلى أضرار بالأمن القومي ومنها. وهو الذي قال أن محمد مرسي ليس له محامي ولم يوكل محامي، فتحدث ببيان على لسان محمد مرسي الذي ليس له محامي، والبيان ده كان في منتهى الخطورة وبيان تحريضي ضد الشعب المصري. فأنا رصدت لك دلوقتي محمود عزت من الداخل والخارج الشاطر ومحمد مرسي. استبعدت دكتور محمد بديع؟ لا، الدكتور محمد بديع ليس له إلا أن يسمع ويطيع. بديع يسمع ويطيع لأن محمد بديع ليس بالقيادة الكبيرة، حتى ولو أصبح مرشد للجماعة، لكن هو كان واحد من التابعين، ليست له شخصية على الإطلاق، شخصيته ضعيفة جدا. يتبع محمود عزت فيما يقوله وفيما يأمره، تعالى هنا يجي تعالى هنا يجي. فمحمد بديع ليست له شخصية. أيضا مرسي كان كذلك، بس مرسي تابع لخيرت الشاطر يحركه كيفما يشاء، لكن معنى كده أن المسألة إذا قالوا قيادي كبير ثق وتأكد أنه ليس قيادي واحد. المسألة لا تكون من قيادي واحد من قيادات الإخوان، المسألة تكون من مجموعة من القيادات تتفق. يعني لا يمكن أبدا أن يكون واحد قد تفتق ذهنه مثلا وهو في داخل السجن أو في خارج السجن أو خارج البلاد، تفتق ذهنه وقال هيا بنا نقوم بعملية ولا يخبر بها الآخرين. يجب أن يكون تمت الموافقة على هذه العملية وتم على الموافقة على تخطيطها وترتيبها من الشخصيات الأخرى، لأنها يبقى في تمويل، في فلوس للمجموعات التي هتتحرك، في دعم بالأسلحة، في أشياء كثيرة هتدفع في. طيب أنا عايز أستأذن حضرتك وهرجع تاني أستكمل مع حضرتك هذه النقطة.